جدد مجلس الأمة الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد افتتح جلسة اليوم لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مناقشة طلب طرح الثقة بالوزير والمقدم من 10 نواب في جلسة المجلس العادية الثلاثاء قبل الماضي. وللمزيد حول جلسة اليوم ينضم إلينا من مجلس الأمة الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت. نواف، بعد تجديد مجلس الأمة الثقة في وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ضعنا في الصورة ونريد منك يعني تعليق على أبرز ملامح جلسة اليوم. نعم فاطمة، نحن الآن متواجدون كما تفضلت في مجلس الأمة ومستمرون في تغطية الجلسة التكميلية لمجلس الأمة هذا اليوم. وحقيقة جلسة اليوم بدأت كما تفضلت بمناقشة التصويت على طلب طرح الثقة في معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى. هذا الطلب تم تقديمه من قبل 10 نواب في الجلسة الماضية من الأسبوع الماضي في بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب الموجه لمعالي الوزير، وبعد أن تحدث نائبين مؤيدين لطلب طرح الثقة وتحدث بهذا الجانب النائب شعيب المويزري والنائب مرزوق الخليفة. أما من تحدث من هم معارضين لطلب طرح الثقة فهما النائب يوسف العازمي والنائب خليل الصالح كمعارضين لهذا الطلب. وبعد التحدث بهذه الجوانب كلها احتكم المجلس، والمجلس جدد الثقة في معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى. بعد ذلك المجلس انتقل إلى استكمال مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان، وكان هذه المناقشة هي استكمال لجلسة الأمس بأن يستكمل في مناقشة هذا التقرير. وهذا التقرير معني في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون للرعاية السكنية، والمعني برفع الرقابة المسبقة عن المشاريع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقد وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على هذا التعديل وإحالته إلى الحكومة. وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة، وبدأ هذا الحديث بعد أن سمح أو وافق مجلس الأمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس بإدخال الفريق الفني له. بدأ في الحديث من خلال هذا البرنامج، وبعد ذلك عندما ينتهي معالي الوزير سوف يسمح لكل نائب أن يتحدث لمدة 15 دقيقة تعقيبا لهذا البرنامج. ولكن في هذه اللحظات تم رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر من قبل رئيس الجلسة رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم. وبعد الانتهاء من هذه الفترة وأداء الصلاة سوف يرجع المجلس لاستكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة، وسوف يستكمل معالي الوزير في مناقشته. نعم نعم نواف، نشكرك على هذه التفاصيل. كان معنا مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف الشراكي من مجلس الأمة.